الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. ردا على مجازر كتائب الأسد المجرمة، وبعد توكلنا على الله تعالى وامتثالا لأمره بالاعتصام بحبله، نعلن عن تشكيل كتيبة شهداء بسيمة وانضمامنا إلى لواء شهداء دوما، ومن ثم تجمع علوية وكتائب تطهير الشام، مستعينين بالله وكلنا ثقة إن النصر قادم لا محالة، والمجرم بشار وعصابته الإرهابية مصيرهم محتوم. وها نحن وجميع إخواننا عقدنا العزم والنية على تطهير بلدنا سوريا الحبيبة من المجوس وأتباعهم قاتلهم الله، فنحن الثوار كلنا والحمد لله على قلب رجل واحد. تكبير، الله أكبر، الله أكبر.